التنموية، مع أهمية بناء بنية تحتية، مع أهمية المحاور الرابطة، مع شوفي نتكلم زي ما احنا عايزين وانتوا بتتكلموا واحنا بنتكلم وهم بيتكلموا، لكن المرحلة دي هي رضا المواطن. رضا المواطن بالنسبة لي أنا تقديري أنه ينحصر في أمرين لا ثالث لهم في الوقت الحالي، الكهرباء صحيح. والأسعار. الكهرباء هتقولي لي ما في بلاد كتيرة بتقطع برضو فيها وكذا وكذا وكذا، لكن الحقيقة المواطن عندنا ما استوعبش ومش هيستوعب مسألة انقطاع الكهرباء. ليه؟ لأن احنا كلنا على مدار سنوات طمناه وقلنا له ان احنا بنعمل محطات وبنعمل وبنعمل صح. فبالتبعية غالبية الشعب المصري مش من اللي هم المهتمين اهتمام كبير جدا بافري داي مانجمنت بالعمل السياسي، هو مهتم أو بان هو يعمل بالتفاصيل. او بالتفاصيل، فبالتبعية هو كان مطمن على ان بلده فيها الحمد لله استقرار، فيها مشروعات كبيرة بتتعمل، فخور بمحطات الكهرباء اللي اتعملت، فخور بالاستكشافات كذا، فعنده ثقة كاملة. موضوع الكهرباء جاء كاشفا، عمل له هزة، صح كلمك بمنتهى الصراحة، بالضبط صح. وبالتبعية لابد ان الموضوع ده ينتهي. وانا رئيس الحكومة بالامس والنهاردة في تصريحاته واضح انه حاطط يعني ايه عنده ادراك لهذا المساله، بالظبط. لهذه المساله لا يوجد لديه انكار، عنده ادراك لمدى الاثر الذي تولد من ازمه الكهرباء، فهيشتغلوا عليها وانا ان شاء الله عندي ثقه كامله ومتفائل انه هيحلوها في وقت يمكن اقرب من اللي هم بيتكلموا فيه. الامر الأسعار الثاني الاسعار بقى. اسعار دي قصه كبيره. أنا سمعت تصريح للرئيس لوزير التموين بيتحدث أن هناك حلول مبتكرة، بس الحقيقة هو ما وضحش إيه اللي ممكن تكون حلول مبتكرة في واحدة من تصريحاته. يعني هي إيه ممكن تكون الحلول المبتكرة لفكرة الأسعار؟ أكيد ده موجود في البرنامج بتاع الحكومة. يعني شوف هقول لسيادتك، يعني طبعا نتمنى ان يكون في حلول مبتكره لان الابتكار هو ما يقابل التحدي الزمني، يعني انت في مسائل طبيعيه، يعني ربنا سبحانه وتعالى خلق الدنيا في 6 ايام، فيعني ففي الزمن هنا له احترامه. بالظبط. الاسعار بها شقين حتى يحدث لها انخفاض يشعر به المواطن. الشق الاول هو الحوكمه، ان انا جهاز حمايه المستهلك اللي معاه 80 موظف بس عنده ضبطيه قضائيه واطلب منه راقب مين؟ ايه اللي راقب؟ 27 محافظه على 27 محافظه، يعني لا مؤاخذه يبقى فيه 2 موظف ونص في محافظه زي القاهره دي، ما تجيش المساله، ودي انا اتكلمت فيها في الجلسه العامه، وهذا الجهاز يجب ان يدعم دعما كاملا من الجهاز المركزي للتنظيم والاداره ومن الماليه ومن دورة رئيس مجلس الوزراء بان انا ادي له العدد الكافي والميزانية الكافية والادوات والمركبات اللي يقدر بيها يقوم بدوره. تمام. معاه اجهزة وزارة الداخلية في مباحث التموين والكلام صحيح. ده. كل الاجهزة المعنية بالحوكمة وبالرقابة نستطيع ان احنا نقول ان ده الحل السحري السريع لانه في ايدي انا. اللي هو ضبط السوق. ضبط السوق. تمام. من الجشع. نأتي بقى في المسار الثاني في موضوع العملة، هو اللي رفع طبعا اللي رفع الأسعار هو إن أنا مجتمع مستهلك، مجتمع بيعتمد على استيراد معظم احتياجاته، وبالتبعية وده لخلل كبير جدا في ملف الصناعة، كبير جدا جدا، تكلمنا فيه بقالنا 9 سنين، تكلمنا في أهمية الانتهاء من الخريطة الاستثمارية وأن تكون الخريطة الاستثمارية قائمة على مستوى الوحدات الأدنى فالأعلى استنادا للميزة النسبية مش للوحدة. هقاطع بس عايزة طالما حضرتك